السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جملة من الأخبار نرجع لها في هذا الفيديو في علاقة بآخر المستجدات في تونس، وضع اقتصادي وضع اجتماعي، أبرز القضايا اللي نتابعوا فيها بشكل يومي، تجاوزات، قضايا فساد وغيرها، وخاصة نقص المواد الأساسية من السوق، خاصة المواد المدعمة. في هذا الإطار الناشطة الحقوقي والسياسي عماد بن حليم يقول: بالله لاحظتوش اللي المواد الناقصة في السوق هي المواد المدعمة دون غيرها، ويعلق ويقول هذا بث تجريبي لحكاية رفع الدعم، كما زاد يقول بأنه هذا المطلوب من صندوق النقد الدولي، ومن بين الإصلاحات المطلوبة من تونس هو رفع الدعم، ويعلق على الوضع المحتقن في تونس توا، سواء على المواد وإلا على ارتفاع الأسعار وإلا على أزمة الهجرة غير النظامية واللي صاير في جرجيس، ويقول يلزم شوية إيقافات من الحجم الثقيل لإدارة الأزمة وتلهية الناس، في إشارة منه إلى أنه في كل مرة هكا تكون فما حالة من الاحتقان إلا ويتم اللجوء لإيقافات وقضايا، تفتح ملفات ثقيلة وملفات كبيرة لتلهية الرأي العام على حد تعبيره. في موضوع آخر بخصوص معناها قضايا الفساد اللي موجودة في عدد من الإدارات التونسية، النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بوكيل مقابيض في إحدى البلديات في ولاية من ولايات تونس الكبرى، بعد ما تعهدت فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني في بن عروس بالبحث في قضية عدلية موضوعها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال خصائص الوظيف متبعة ضد الشخص المذكور، وتم إجراء التفقد وتسجيل عجز مالي بقيمة 6476 دينار، يعني 6,476,000، حسب المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر واتخاذ ما يجب اتخاذه في شأنه. في نفس السياق تقريبا، ولكن المرة هذه يتعلق بالتزكيات. اليوم الموضوع متاع مخالفات تجميع التزكيات كان محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات والنيابة العمومية، أحضر فاروق بوعسكر، أحضر بعض الأعضاء الأخرين، محمد نوفل الفريخة، جلسة عمل مع ممثل وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة. تم تخصيص هاللقاء هذايا موضوع المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات، واللي عمل بوليميك كبيرة أكيد تبعته الكلام ورئيس الجمهورية شنو قال عليه. سوق تباع وتشترى فيها الذمم، وأكدوا على جملة من النقاط أبرزها أنه كيفاش يتصدوا لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية. ثانيا، العمل على التزام الأعوان العموميين بمبدأ الحياة، وهذا اللي قال عليه رئيس الجمهورية، فما أعوان في البلديات والمجالس البلدية وغيرها، كيفاش يعملوا في مخالفات في موضوع التزكيات، سواء كان تبعهم حد ولا تابع الحزب اللي هما تابعينه، يسهلوا المأمورية سينو ما يسهلوش هذه المأمورية. به في بقية الأخبار نلقاو اليوم تصريحات حاتم بولابيار رجل أعمال الناشط السياسي بخصوص الوضع العام للبلاد ومستقبل تونس والمستقبل السياسي لرئيس الجمهورية. اليوم يقول بأنه يتوقع أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ما يفوزش في الانتخابات لو كان يترشح العهدة ثانية. أصلا هو يتوقع أنه ما ينجمش يفوز في انتخابات لعهدة ثانية، ويقول فشلوا في باش يفشل يعني في الانتخابات الرئاسية اللي باش يتم إجراءها في 2024. شنو رأيكم في الكلام هذايا؟ لو كان تتعمل ولا من هوني 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة، لشكون باش تصوتوا؟ هل باش تصوتوا القيس سعيد وتعاودوا تجدوا له ثقة أم لا؟ ماذا بيا نشوف التفاعلات تحت هذا الفيديو. في نفس السياق يأكد بولابيار أنه معناها لازم تونس تستفيد من الإيجابيات اللي تحققت خلال فترة حكم الرئيس قيس سعيد، وما يتمش التخلي عليها بعد نهاية رئاسته للجمهورية
سنة 2024، ويعتبر من بين الإيجابيات إرسائه لنظام رئاسي. يقول هذا اللي يلزمنا أحنا نظام رئاسي خير من نظام البرلماني المعدل اللي دخلنا فيه بعد الثورة. يقول كل المؤشرات تؤكد أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد خسر بالأرقام 3/4 شعبيته، واللي باش تبقى في انحدار متواصل إلى غاية الانتخابات القادمة. ويقول بأنه حقق أهدافه من خلال الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019، واللي ما كانش من بينها الفوز بالرئاسة بقدر التعريف بنفسه. هذا يحكي على روحه، خاطره كان مرشح للانتخابات الرئاسية وقال أنا كيف ترشحت عارف روحي، مانيش باش نكون ولا باش نفوز برئاسة الجمهورية، ما أنا حبيت نعرف بروحي. وهذاك كان البيت امتاعه هو. ويقول بأنه 60% من التوانسة اليوم ولاو يعرفوا حاتم بولابيار وبرنامجه. جيلاني الهمام القيادي في حزب العمال يقول بأنه رئيس الجمهورية عنده مدة قاعد يخدم على محو البلديات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقبلة. ويقول بأنه قيس سعيد كان ينوي فض موضوع البلديات سابقا، إلا أنه تعرض لضغوطات خارجية حالة دون تنفيذ مخططاته، ويعتبر أنه الثغر في القانون الانتخابي ساهمت في رصد ممارسات لا أخلاقية على غرار تدليس التزكيات وغيرها. من جهته نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر جديدي يقول بأنه فرضية إقصاء رؤساء البلديات من الانتخابات التشريعية القادمة واردة حسب التعديل المنتظر في القانون الانتخابي. ننتظر قيس سعيد شنو باش يقرر فيه. ويقول جديدي انه فما فرضية اخرى تتمثل في اضافة فصول تتعلق بالتصدي للخروقات والممارسات اللا اخلاقية اللي تنجم توصل حد رفض الترشح، وربما يكون فما حاجات اخرى. ويقول بانه بامكان المترشح التوجه نحو المحكمة الإدارية للطعن في قرار إقصائه من الترشح. نختم بها الجانب الاقتصادي. اليوم الخبير الاقتصادي رضا شكونديلي يعتبر أنه الاتفاق بين تونس الحكومة وبين لفمي صندوق النقد الدولي باش يحل المشكل المالي، أما ما نجمش يحل المشكل الاقتصادي لأنه ما فهمش رؤية اقتصادية واضحة في تونس. ويقول بأنه يتوقع أنه يتم توقيع معناها الاتفاق بين الحكومة وبين الصندوق، ولكن بقصد ضعيف لأن المؤسسة المالية المانحة ما عندهاش ثقة في المشهد السياسي القادم في تونس. وقل هو قرض قيس سعيد وصندوق النقد الدولي، فرئيس الجمهورية هو الضامن إذا نجح في تشكيل برلمان جيد وحكومة مستقرة. إذا يقول لفمي باش يعطي قسط ضعيف باش الساعة يشوف وين ماشي الأمور، وين تتجه الأمور السياسية، وهل ستحقق الاستقرار. وهوني يأكد بأنه راه مهم جدا الاستقرار في المشهد السياسي، ولكن يقول فما تخوف. إذا كان ما يكونش فما استقرار راه نجم صندوق النقد الدولي يعطيك القسط الأول الضعيف، أما بعد ما عادش نجم يكمل لك بقية الأقساط الأخرى، يعني إذا ما فماش معناها استقرار سياسي على حد تعبيره.